الاستحمام اليومي عادة مجتمعية ما إلها فوائد صحية؟ خبراء في الصحة أكدوا إنه الاستحمام اليومي ما إله أي فوائد صحية، ومعظم الناس ترسخت عندهم هالفكرة لأنها أصبحت عادة مجتمعية. الدكتور روبرت إتش ميرلينغ، كبير محرري هيئة التدريس في دار نشر هارفرد الصحية، اعتبر إنه الاستحمام بالماء الساخن بشكل متكرر بيشيل الزيوت الصحية والبكتيريا المنيحة بالجلد اللي بيخليها عرضة للجفاف والتهيج والحكة، وبالتالي بضعف جهاز المناعة. مشان هيك بنلاحظ إنه أغلب أطباء الجلد بوصوا بعدم الاستحمام اليومي للأطفال لأنه ممكن يقلل من قدرة الجهاز المناعي عندهم. وفي مخاطر تانية ممكن تصيب الجلد نتيجة التعرض للمواد الكيماوية الموجودة بالماء أو المواد اللي بنستخدمها مثل الشامبو والبلسم، الشيء اللي بيخليها أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات وردود الفعل التحسسية. وبالمقابل في بعض الأطباء بوصوا بالاستحمام كل يومين أو مرتين لثلاث مرات بالأسبوع، معتبرين إنه عدم الاستحمام بشكل كافٍ قد يصيب الجسم بالتهابات في الجلد وظهور حب الشباب والإكزيما وغيرها. فينا نلخص الموضوع ونحكي إنه الاستحمام بيعتمد على نمط حياة الشخص وروتينه اليومي. وانتو خبرونا، بتوافقوا حكي الأطباء ولا عندكم رأي تاني؟